بس برضه انا عايز اعرف ازاي نزلت الملعب. انا اول بصي انت طول عمرك بره الكواليس عشان معلش انا اسف انا راجل انا من اسره السكواش فانا دايما يعني بره بس انت داعم من ورا فلما اجي ابص الاقي فجاه والدته موجوده وهو بيسجد بيرفع راسه يلاقيكي لا كلميني ايه اللي خلاكي تخش الملعب؟ هو كان بيعيط مصطفى كان بيعيط على فكره في اللقطه دي انت عرفت انه بيعيط لا كان بيعيط لان كان الحكم اول حاجه كان ضاغط في الجيم الاولاني جامد جدا كان 40 دقيقه مش عايز اخلص الجيم مش عايز اخلصه كل شويه لات ستروك عمال تزقك ايوه تزقك سيبوني يا ابني لا يعني مش بس المخرج يجيبها هنجيبها تاني لا انا عارف انها هتعمل كده ومحدش عارف ان هنا خدها الملعب حاسه بيه هو عمره ما حصل لا ده انا بهبت كمان يعني كنت شجعه وهو مش عارف انه بيخبط لسه لا يعني بص رافع راسه اوبا ماما تعالى ايوه كده بص 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 متحمسك ازاي بص الروح وبص لا ده انت كنت واضح من الحضن لا الوضع ده لعلمك كان صعب جدا الموقف جمهور النادي الاهلي الجماهير الثالثه درجه ثالثه مصطفى انت خلاص خليت الاسكواش بقى درجه ثالثه خلاص قابل بقى مصطفى فعلا طيب قولي لي دخلت استاذ محمود بيزقك بيقول لك ما تخش كان في سيد وزير كنا داخلين على دكتور اشرف صبحي بيسلم عليه كان تمام وقال انا جاي مخصوص لمصطفى تمام من الجزائر هو نزل على فكره مخصوص نزل عادي والله نزل مخصوص لمصطفى اتفرج عليه طبعا لان ماتش الفاينل ده مع حد نيوزيلندي عارف حضرتك لو كان مع حد مصري كان مطمن لكن مع حد نيوزيلندي ونيوزيلندي ده كان في بلاك بول هو اللي خد مننا البطوله على ارض مصر ونزل يدعم مصطفى فكان يعني الحته دي كان نزل وبيشجع تسلمه على هو المفروض محمود انا ماشي بص بص تاني بقى ده تاني معلش لا ارجع تاني حضرتك اللي جنبها استاذ محمود ها بقول لها السيد الوزير تعالى بس الوزير يسلم على الوزير ايوه انا في دماغي انا مش شايف انا مش عارف هتعمل ايه طيب والله العظيم الام المصريه دي ليها كلمه والله العظيم بص الاستاف اهو المفروض الاستاف ده بقى احنا المفروض هنعديه يعني هنعديه المفروض الدكتور اشرف صبحي وبروتوكول بقى وتسليم الجوائز ماليش انا فيه وعمرنا ما حد يدخل الملعب ليه عمرنا ممنوع حد يخش الملعب من الاهالي لان هو لسه المعلق بيخش بعد كده وبيبقى يعني بيعمل سبيتش بس انا بهنيك والله العظيم اللي عملتيه ده كله هو ساعد ده لو اتعاد مليون مره هنعمله لا هنعمله لا يمكن